موضوع اليوم راح تستغربوا منه شوي. موضوع غريب، انه لما بدك تروح تشوف رفيق اوروبي او شيء لازم تحجز معه موعد. يعني لما تشرب قهوه تشرب كولا، تعال نشربنا شغله، الشغله مو موجوده، كولا او قهوه القصص لا لا لا. ليش؟ استغربت مره من الايام انا طلبت من رفيقي انه هو بيشتغل معي، قلت له تعال نطلع نشربنا شغله، قال لي اوكي ابعث لي ايميل بشوف المواعيد ايمت اي يوم وببعث لك ايمت فاضي واي ساعه وبنجتمع وقتها. انا صفنت، قلت له اه؟ قال لي مثل ايه ابعث لي. يعني انا استغربت انه انا بقول له تعال بعد الشغل فورا يعني بنخلص نطلع، قال لي لا ابعث لي ايميل. فاستغربت انا، فسالت عن هالعاده انه شلون يعني هالعاده ماشي هون. قالوا لي هون لو كان موضوع تشرب قهوه وشي لازم تحجز موعد ولازم يسجله بالكالندر تبعيته ونشوف الايام ويحدد لك موعد وبيعطيك ساعه. وتخيل انه لو قعد معك ساعه بيقعد معك ساعه بس، يعني قال لك من الساعه 3 للساعه 4، فانتوا طلعتوا تشربوا شغله. لو قعدتوا وطلعتوا شربتوا شغله وقعدتوا برا وصارت 4، لو كنت فاتح مليون حديث انت بقول لك ستوب، عفوا انا لازم اروح. يرحم جدتك، يرحم جدتك، حقهم حقهم منهم يصير في عندنا امراض نفسيه. وين نحن بالحاره؟ بزه تحت الحاره بصفر حماد انزل ولاك، بتلاقي ذاك فورا نزل نط من البركون لعنده، قال له ايه قال له في عندنا مشروع بتريكس، يلا محمد نزل طاح 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 بتريكس، وبكون عنده في عنده شغل الساعه 7 الصبح ثاني يوم وهو للساعه 4 بيلعب تريكس، ما عنده مشكله. المهم ما يقطع كلمه الرفيق، الرفيق عنا غالي، ما بيعرفوا شو عنا معنى كلمه رفيق او شو يعني صداقه. الصداقه بتعني انه اشلف حالي بالبحر كالمال رفيقي، اشلف حالي بالنياه بالنياه بالمياه المتجمده عشان خاطر صاحبي. لا عن جد، بس في عنده شغلات كثير اوفر يعني، معلش لو كان انه اوكي انا بعرف عندك موعد ومشغول ونحن مع السيستم تبعك اوكي ما عندنا مشكله، بس مو لهالدرجه يا جماعه. انتم برايكم انه انتم مع هالفكره ولا ضد هالفكره؟ الصراحه انا مو كثير معها. يعني انا ايام بكون متنازل بدق لرفيقي خالد تعال نشرب شغله ونطلع، اوكي اذا كان فاضي يطلع، ما كان فاضي ما يطلع، بس ما يقول لي راح نحجز موعد واشوف بالكالندر انا ايمت فاضي لحد نحدد الموعد ونطلع. يعني صار في كثير اوفر. يعني اوكي عادات اوروبيه وشيء حلو انك تكون شوي اوروبي بس مو كتير. فانتوا مع هالعادات ولا ضد هالعادات؟ مع انه تحجزوا موعد مع رفيقك لحتى تطلع تشوفه، او انه ممكن تقول له في اي وقت وتتواصل معه اذا كان فاضي يطلع معك، مو تشحطه شحط او تعيط ليطلع، لا اكيد لا، اذا كان فاضي عم نحكي يطلع فقط. فبتمنى انتوا تختاروا قولوا لي شيء، انتوا مع العادات الاوروبيه بهالشغله ولا مع العادات العربيه بهالشغله؟ تطلع بموعد ولا بدون موعد وين ما كان؟ مع بطارية بارتية تريكس ترنيب 41 مع أبو جمول وأبو سطيف وتهاج للعيبة الترنيب والورق. تحياتي لكم.